الصوت واضح يا أخوي أخوات. طيب ننتظر العدد في 500، وين راحوا؟ بدوا يجون. بدأ يتكاثرون. طيب صوتي هنا كويس. طيب ما عندي مكة، الصوت واضح، وضوح الشمس. طيب جميل. ننتظر البقية في 500، وين راحوا؟ خلهم على بال ما يأتون. اللي يقول لقاءين يقول ليش لقاءين؟ غريبة، ليه لقاءين؟ أنا قلت يا حياة وش السبب؟ السبب إنه تعويضا على الأسبوع الماضي صار في مشكلة في البرنامج، المفروض الأسبوع الماضي ناخذ لقاء والأسبوع هذا ناخذ لقاء، فما استطعنا في اللقاء الماضي تعوضنا. باللقاءين يا أخوة يا أخوات، اللي بيحضر معنا ولا عنده محاضرة أخرى وكذا حيا الله، اللي ما يستطيع أو عنده إرهاق أو كذا يعني بإمكانه يعوض. بكتب لكم أسئلة إن شاء الله في المنتدى، وبإمكانك تستمع إلى اللقاء المسجل. الملزمة. طيب دكتور، أكتفي بالأسئلة بعد المحاضرة تساعدكم في المذاكرة. بأي صفحة؟ يعني كذا مشوق الشرح. اي نعم، المحاضرات مسجلة يا نجوى، اللي ما يستطيع يحضر تحضر اللقاءات مسجل. ارجعي للتسجيل يا نورة، ارجعي للتسجيل المسجل، اللي يقصد هذا اللقاء الآن اللي أنا جاي أسمعكم الآن، هذا المسجل تجدونه في المنتدى. أستاذ شيخ طلبي. طيب خلونا نبدأ يا أخوة يا أخوات. أقول بالله التوفيق. نعم جاء العدد الآن، مع أنه والله راح كان العدد 500 لكن لا بأس. أقول بالله التوفيق، كنا نتحدث عن نشأة إسماعيل في مكة المكرمة. نأتي الآن إلى أحوال الجزيرة العربية قبل البعثة. الجزيرة العربية التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعتمد الأصالة يا دكتور اللي بالمنتدى، وش الأصالة دي يا فاطمة؟ وش الأصالة؟ تقصدين أسئلة؟ الأسئلة أساعدكم في المذاكرة يا فؤاد من أي الأحوال، من جميع أي نعم الأسئلة تساعدكم في المذاكرة. معلش يا أخوة يا أخوات، الإجابات نعم أحسنت يا نورة، الإجابات أنا في كل لقاء أجاوب على هذه الأسئلة، وموجودة عندكم في الملازم أو المذكرات مثل نبراس أو التميمة ونحوها. صوتي هنا، الصوت واضح يا أخوة يا أخوات قبل أن نبدأ؟ الصوت واضح. اسم أول قبيلة اللي هو جرهم. جرهم وهي من القبائل العربية. طيب هذه أحد الأخوات أرسلت لي في الخاص، مع أني مدري والله ما انتبهت له، لكن لا بأس نقرأه. تقول أستاذي الكريم الله يرضى لي عليك، ليتك تطلب من الإخوة والأخوات الالتزام بالهدوء وسمت طلبة العلم. ما يصير سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تبذل جهدك والبعض يرسل الضحكات ويعلق بعيدا عن الدرس، والله المستعان. شكرا يا أختي الفاضل، ليتم عاد يستمعون. أحوال العرب قبل الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية ونحو ذلك. طيب نأتي أولا في الناحية الدينية، مثل ما ذكرنا من الناحية الدينية التي كانت موجودة في العالم أيضا كذلك موجودة في الجزيرة العربية، موجودة اليهودية، موجودة النصرانية، وموجود في بعض الأجزاء منها المجوسية، لكن كانت الديانة الأشهر والأكثر اللي هي ديانة، وموجودة الأحناف اللي هو الشرك، ديانة الشرك أو الوثنية اللي هو مقصود بها القائمة على عبادة الأصنام. الأصنام اللي هي المقصود بها عبادة الأصنام. طيب انتبهوا معي يا أخوي يا أخوات، أصل عبادة الأصنام في الأرض، عندنا أصل عبادة الأصنام في الأرض وعندنا أصل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية. خلونا نبدأ كيف ظهرت عبادة الأصنام في الأرض.
من آدم عليه السلام إلى نوح كان الناس 10 قرون، هذا كما جاء في الحديث، أحسنت يا هنا عفيف، كان الناس على التوحيد 10 قرون أو إلى زمن نوح، حتى جاء قوم نوح. سووا قوم نوح؟ كانوا في السابق عندهم رجال صالحين، رجال صالحين، مات هؤلاء الرجال، فراد أن يحط لهم شيئا من الذكريات أو الذكرى. سووا؟ حطوا لهم تماثيل، تمثال، بس مجرد أجسام للذكرى، يتذكرونهم تخليدا لذكراهم. مع مرور الوقت والأزمان والسنوات جاء عيالهم وأحفادهم وذولي، فما أدركوا أهداف هذه التماثيل، ما يدرون ليش بنيت، ليش أسست. فأوحى لهم الشيطان أن هذه وضعت للعبادة، فبسم الله عليها بدأوا يعبدونها، اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، تمام؟ بدأوا يعبدونه. هنا بعث فيهم نوح عليه السلام يدعوهم أو يجدد أمر توحيدهم أو أمر دينهم. هذه أصل عبادة أصلا كيف ظهرت في الأرض، أصلا عبارة عن تماثيل أشكال، ما عرف الناس لماذا صنعت هذه التماثيل فعبدوها من دون الله عز وجل. طيب، لناس صالحين يسهل، هذه في الأرض بشكل عام. طيب كيف ظهرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية؟ العنوان الرئيسي لهذه الفقرة اللي هو أحوال العرب قبل البعثة، طبعا بيدخل فيها عدة عناوين، بيدخل فيها عدة الجزيرة العربية ما كانوا يعرفون شيء اسمه الأصنام، كانوا منتشرة خارج الجزيرة العربية، إلى أن جاء رجل قبل ظهور قريش وتمكنهم في مكة المكرمة، جاء رجل من خزاعة، وكان الخزاعيين هم الذين يحكمون الكعبة بعد الجرهميين، تمام؟ الجرهميين سكنوا على وقت هاجر وابن اسماعيل، ثم جاءت بعدهم خزاعة. طبعا صارت حرب بين خزاعة وبين جرهم، خلني اذكرها لكم بعد قليل. عمر بن جاء سليم من زعماء خزاعة اللي هو عمر بن لحي الخزاعي، واتجه الى بلاد الشام، تمام؟ فوجد هناك الاصنام. ايوه يا ماهر احسنتي، وجد هناك الاصنام. طبعا عمر بن لحي الخزاعي ما يدري وش هو هذه، وش هو هذا، وش قيمتها، ما هي فوائدها، ماذا تفعل، ما يدري ما هي هذه الاصنام. فسال ما هذه؟ فقالوا، ما قالوا هذه اصنام، قالوا لا، هذه آلهة تدفع الضرر عنا وتجلب لنا النفع وكذا. بداوا يحسنون له امر هذه الاصنام. فقال عامر، هنا الان بدا شوي وتبكين، من هو هذا اللي بيبكي؟ بسم الله يا مشاعل، ليش بسم الله عليك، وش فيك؟ كل شوي يروح. طيب يا اخوة يا اخوات، الصوت واضح، خلي اختنا مشاعل تقول هذه ببكي وبصيح ومدري كيف وبنتحر، الصوت واضح. ها يا مشاعل شوفي، الصوت واضح. طيب ها، شفتي يا مشاعل، اذا الصوت المشكلة من عندك، مشكلة من عندك يا مشاعل، فما يحتاجين. طيب ادخلي واطلعي مرة ثانية يا مشاعل. لا، هي تقصد الصوت يعني بيفوتني هذا الدرس، تحس بالقهر انه كيف الجميع يستمعون الا انا، وهذا من حرصها طبعا قالت هذا الكلام، وانا اسمع بدون ما اكتب. معليش يا اختنا مشاعل، ليك البقية، الكلام للجميع اللي عنده مشكلة في الصوت ليت يطلع ويدخل مرة ثانية، إلا عاد إذا قلتم كلكم والله الصوت فيه مشكلة، إذا المشكلة من عندي أنا. لكن دام الغالبية قالوا نعم الصوت واضح، إذا يبدو عند بعض الأشخاص عندهم مشكلة. طيب، مثل ما ذكرت أحد الأخوات، اللي عنده مشكلة في الصوت بإمكانه أنه يتابع اللقاء المسجل. وش كنت أقول يا أخو، والله ضيعت، وش كنت أقول؟ مشكلة في الجيجات، والله ما ادري وش عنده مشكلة في طيب وش كنا نتكلم عن؟ اي، عن عمرو بن لحي الخزاعي لما ذهب له واعطوه، فطلب منهم قال اعطوني صنم من هذه، تمام؟ هنا الان بدأ دخول الاصنام. وش طبعا اهل الشام ما راح يعطونه اعظم اصنامهم، اصنامهم معظمة عندهم، شافوا له صنم من منتهي صلاحيته، ما له اي قيمه عنده، حتى كما جاء في الوصف وفي الروايه صنم من مكسر وحالته حاله ما له اي قيمه.
طبعا على نيته عمرو بن لحي الخزاعي، تمام، انه والله اعطاه افضل اصنام، اعطاه واحد من كسرت يديه اليمنى، له يد ويد ماله، وله يد واحده فقط. فقال هذا ما قالوا صنم، قال هذا اله سوف ينفعك ويدفع عنك الضرر. فاخذه مباشره على الكعبه على مكه، فجاب لهم اهل مكه وفرعون وقالوا وش هذا يا عمرو بن لحي، وش هذا اللي جايبه؟ قال هذا اله سوف ينفعك، تمام، ويقربكم من الله عز وجل ويدفع عنكم الضرر. وبدأ يحسن لهم، تمام، فمباشرة طاعوه أو أطاعوه وعبدوها، عبدوا هذا الصنم، وأكرموا هذا الصنم اللي هو صنم هبل وهبل، تمام، ومن شدة إكرامهم له صنعوا له يد من ذهب، بل ومن إكرامهم وضعوه داخل جوف الكعبة، تمام، ادخالهم الجوف الكعبه دليل على انه معظم. ويا ليت كذا بداوا ينسخون عليه، ينسخون عليه يعني بداوا يصنعون تماثيل مثله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رايت عمرو بن لحي الخزاعي يجر امعاءه في النار. من هذا سار الدوسي كان مريضا ويوم دعا الصنم تعافى. نعم فتنه، احسنت يا، هذه ذكرتني بعض الاحداث التي جرت مع هذا الصنم، فتنه لهم، فظنوا أن هذا الصنم ينفع ويدفع عنهم الضرر. هل كانت قبل الأصنام على الحنيفية؟ الحنيفية موجودة يا، كان الجزيرة العربية موجود فيها الحنيفية، لكنها تحرفت وتبدلت، تمام، يعني ليست الحنيفية التي ظهرت على أو في عهد إبراهيم عليه السلام، تحرفت وتبدلت، يعني هما جاهلين. نعم هم جاهلين طبعا، ليش عبدوها؟ هذا الذي دائما يرد في القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني هم يحتجون على بأنهم يتبعون آباءهم في ذلك، هذا هي حجتهم. طبعا أكيد هم جهل، فيهم جهل، ولذلك لماذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يرفع عنهم هذا الجهل ويدلهم على الدين الصحيح. لا مو بصحيح، البطالة عندهم كانت كثيرة عشان كذا يدورون أي شيء. لا يا أخوي جمال مو بصحيح، كانوا يعملون، بالعكس كانوا يعملون. لوجين، أختنا لوجين تقول: القصص معنا بالاختبار. طيب أنا ما أدري قاعد أقول لكم قصة، لا مو يا أخوان، ترى هذه مو بقصص للتسلية، أنا أتي بكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على شكل قصص حتى تستوعبونها. نعم يا خلود. معليش يا خلود، معليش معليش. الملخصات، الملخص يعني بعضكم ما زال معلق على الملخصات كده. طيب انتوا اذا خلصنا بعطيكم ان شاء الله 5 دقائق او كذا، نشوف اسئلتكم وش. دكتور صوتك طيب، ها يلا قربنا، يلا بكمل يا سهل. ذاكروها كقصة، مع اني انا قلت لكم في البلد بضع لكم اسئلة وبضع لكم كل، يعني كل شيء الامور مسهلة، يعني فلا تخشون ان شاء الله. يقول هذا الاخ الكريم: الاختبار باقي عليه 2 شهر، الله يلحقنا على خير، المحاضرة الحين تروح على السؤال. لا مو بسواليف يا سارة، مو بسواليف ان شاء الله، للفائدة يعني. طيب اختنا سارة زعلانة تقول وراك تسولف، خلاص نقفل من غير سواليف. مع اني والله ما اشوف اني اسولف يا اختنا سارة، قاعد اشرح لكم وهذا كل اللي مجرد حماس طيب يعني نوف الكثيري. نعم الحنفاء هم الذين أعلنوا. طيب نأتي الآن إلى النظام السياسي في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية لم يكن فيها دولة تحكمها كلها، كانت مقسمة بين عدة إمارات أو مناطق، على كل منطقة زعيم يحكمها ويتولى شأنها، باستثناء اليمن طبعا، اليمن لا ظهر فيها بعض الدول مثل السبائيين،
الحميريين ولكن الغالبية الجزيرة العربية لن يكون هناك دولة واحدة تحكم كل الجزيرة العربية. النظام الاقتصادي في الجزيرة العربية كانت قائم يغلب عليه، طبعا يوجد فيه الزراعة ويوجد فيه الرعي، لكن كان يغلب عليه بالذات في الحجاز مكة التجارة، التجارة يغلب عليه التجارة، كان أهل مكة يشتغلون بالتجارة، حتى أن زعيم من زعمائهم اللي هو عمرو بن عبد المناف أوجد رحلة تجارية شهيرة تعرف برحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن والصيف إلى بلاد الشتاء، هي رحلة تجارية. قد يأتيكم سؤال ما المقصود برحلة الشتاء والصيف التي ذكرت في القرآن الكريم؟ هي رحلة تجارية. والتي أوجدها اللي هو عمرو بن عبد الله، واسمه هاشم، أحسنت يا أماني، اسمه هاشم، وسوف نعرف لماذا سموه بهاشم، واسمه هاشم بن عبد مناف. طيب بناتي الآن، وظهرت هناك أسواق تجارية مثل سوق عكاظ والمجازة مجنة وغير أسواق تجارية، كانت أسواق تجارية، وأيضا يدخل فيها أشياء من الأشياء الثقافية، إن كانوا يلقون فيها الشعر والخطب ونحوها. طيب نأتي الآن الحياة شيء من العلمية، الحياة العلمية، العلمية مو معناه يا أخوة أخوات أنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على جهل تام مطبق، لا لا، كان لديهم شيء من العلم، وكان عندهم معرفة ببعض العلوم، يعني مثلا أحوال الفلك، كان لديهم علم بأحوال الفلك، اتجاه الاتجاهات، حركات النجوم، منازل القمر، هذه كلها لديهم معرفة بها. كان علمهم عندهم علم بشيء من الطب، الطب بنوعيه، الطب البشري والطب إيش؟ البيطري، أحسنتي، الطب البيطري، يعني كانوا يعالجون الحيوانات، بعض حيوانات خاصة الخيول والجمال، وكان لديهم الطب البشري، كانوا يعالجون حتى الغريب. استمعوا هذا، استمعوا لهذا، هذا مما يدل على معرفتهم بالطب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شيء في ظهره زي الورمة، وش المقصود بها؟ أعيد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خلف ظهره شيء زي الورمة، فقال يا رسول الله ورم في ظهره، فقال يا رنا، نعم أحسنت، يا رنا، قريبة قريبة، شو سمى هذا الورم؟ لا أيوة، يرنين، رنا ورنين، الجوهر، أحسنت، يا الجوهر الفيفي، خاتم، أحسنت يا فاطمة، فقيه، خاتم النبوة يا ملهم، أحسنت الشمالي، خاتم النبوة. الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبوة اللي هو علامة النبوة، يأتي في أيديهم اليمنى، يده اليمين يأتي زي العلامة، علامة في جسده، زي الورم الانتفاخ، تمام، زي الشامة، تمام. كان الغالبية الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في يده اليمين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في ظهره تحت كتفه الأيسر، هو الأيمن الأيسر، تمام. جاء هذا الرجل كان لديه معرفة بالطب، رأى هذه الانتفاخ أو هذه العلامة، هو ما يدري، جاء مشرك، ما لم يكن مسلما، فلما رآها، هذه حكمة من الله، ما ظهرت في دينه لكن ظهرت في ظهره، فلما رأى ظن أنها ورم، فقال يا رسول الله إذن لي أن أزيل لك هذا الورم. طبعا يا أخوان لا تظنون أن إزالة الورم يجيب إبرة وكذا ويتم، لا لا لا، أكيد فيها جراحة، فيها خياطة، يعني تحتاج إلى مهارة ودقة، تمام، كوي ربما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يزيلها الذي أوجدها. كونه يقول هذا الكلام دليل أن لديهم شيء معرفة بالطب، تمام. ما أدري هل والله سوف نتحدث مستقبلا عن خاتم النبوة أو لا، لكن أعطيتكم إياه الآن. المقصود بخاتم النبوة أي علامة النبوة، علامة في الجسد. اي احسنت يا فؤاد، يا السلام عليك، مثقف انت يا فؤاد الفيفي، يركبون، احسنت يا فؤاد، هذا في احد الاشخاص الذي اصيب في احد المعارك. طيب نتجاوز هذه، نتجاوزها.
من المظاهر أيضا اهتمامهم بالشعر، لماذا يهتمون بالشعر؟ لأنه يرفع من شأنهم، يهتمون بالشعر لأنه الشعر هي وسيلة الإعلام الأولى، ينقلون أخبارهم عن طريق الشعر. الحياة الاجتماعية، أي نحن في الحياة الاجتماعية الآن. طيب يا بدور شارك ونقول اسمك. طيب نأتي الآن للحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية كان عمادهم في الحياة الاجتماعية قائم على العصبية، العصبية القبلية، يرفع من شأن القبيلة ونسبها، كان قائم على العصبية والتمسك بتقاليدهم. أحسنت يا خلود. تمام. طبعا اللي يسأل يا أخوة يا أخوات، طيب هنا ممكن دقيقة، اللي يقول ملزمة ناصر، ما أدري ملزمة إيش، وأي صفحة، في اختلاف كبير بين الصحاب بسبب تعدد الملازم التي تعتمدون عليها. خلوا الملزمة على جنب، لا تحددها، أنا ما أعتمد على ملزمة، أنتم تظنون أني أقرأ لكم على ملزمة أو مذكرة، أنا ما أقرأ يا أخوة يا أخوة يا أخوات، حتى لا تسألون عن الصفحات، ومو بكلكم على ملزمة واحدة، هذا له ملزمة وهذا له ملخص، ملخص هذا عنده من 50 صفحة وهذا من عنده 6 صفحات. أنتم لا، ركزوا معي على ماذا أقول، إني أعطيكم الآن أسئلة وعناصر تمام وإجاباتها، وسوف أضعها لكم في المنتدى. فمن المهم أن تركزون وتستوعبون إجاباتها جيدا. وش كنت أقول؟ إيه نعم، الحياة الاجتماعية. نأتي الآن للحياة الاجتماعية، كانت قائمة على العصبية، التعصب للقبيلة والتمسك بالتقاليد، وحتى أن بسببها ظهرت حروب ومشاكل بسبب هذه العصبية. تمام. حتى بعض حروب تافهة مثل حرب داحس والغبراء، حرب البسوس بسبب ناقة، بسبب سباق خيل، أشياء تافهة، لكن هاي سببها العصبية. العصبية تؤدي القيام الحروب حتى ولو كانت تافهة، لكن يهمني الآن هو موقفهم من الأطفال أو من البنات، وموقفهم من المرأة. خلونا نبدأ بالمرأة. المرأة بشكل عام لم تكن بمثل منزلة الرجل عندهم. هم يرون أو يفضلون الذكور على الإناث، لماذا؟ لأن يرون الذكور أو الرجال بشكل عام هم الذين يعتمدون عليهم في الدفاع عن القبيلة، هم الذين يحملون السلاح، نعم، للدفاع عن القبيلة ويدافعون عنها أكثر من المرأة بشكل عام. لذلك لم تحظى أو لم يكن لها، أقصد المرأة، مثل منزلة الرجل، لم يكن لها مثل منزلة الرجل، حتى أنهم منعوا عنها الميراث، بل أحيانا جعلوها هي من ضمن الميراث. إذا مات الرجل وعنده عدة زوجات، أكبر أولاده يرث زوجاته كله. تمام. لكن يا أخوة يا أخوات، انتبهوا انتبهوا في شيء مهم، ليس هذا على الإطلاق يعني المرأة ما عاد لها قيمة، ما لها أي كلمة، لا لا، مو بصحيح. لا يا صفية إصراري، مو بصحيح هذا، الآن أستدرك مو بصحيح الكلام هذا. تمام. كان لهن مكانة، وبرز منهن نسوة. تمام. برز منهن نسوة شريفات فيهن، تمام، مثل خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام، مثل بعض الشاعرات الخنساء، بل حتى ان بعضهم كانوا يقضون بين الناس، يقضون يعني في المحاكمات، هم الذين يحكمون بين الناس، كان بعضهم لهن مكانة. تمام. لكن الرجل بشكل عام هو افضل، يفضلون عليه، لماذا؟ لانهم يرون انه القبيلة هو أو هو عماد القبيلة التي تعتمد عليه. هند بنت أبي بكر، زرقاء اليمامة، يا نجوى أحسنت، يا أفغاني ونحوها. نأتي الآن إلى الأولاد والبنات. البنات بشكل خاص والأولاد بشكل عام. مباشرة إذا قلت البنات قلتم على طول قتل. طيب بسم الله، حلمكم شوي شوي، وين على طول قتل؟ مو معقولة على طول القتل. خلوني أوصل لكم شيء. الأولاد أو كذا، للأسف الشديد التفكير حتى منتشر بشكل عام، أول ما ترد البنت عند العرب أو كذا مباشرة يقولون البنات يقتلون وما لهم قيمة، وإن والله ضعيفات ما لنا كلمة. لا، مو بصحيح، مو بصحيح، مو بصحيح، مو على إطلاقه كذا، ليس على إطلاقه إلى الآن. إيه نعم، للأسف إلى الآن. البنات والأولاد بشكل عام ليسوا بمنزلة الكبار، خليني أبسطها لكم، ليسوا بمنزلة الكبار.
ليسوا بمنزلة الكبار. طيب خلي يلا ندخل اللي قلتوها انتم، دامكم انتم قلتوها البنات يقتلون وكذا. ظهر عند بعض، ها لاحظوا بين قوسين، انتبهوا يا اخوة يا اخوان، احطها بين قوسين وكررها 3 مرات، عند بعض عند بعض عند بعض العرب، ما يسمى وأد البنات اللي هو دفنهن احياء. الوأد المقصود به دفن الاحياء، ما يقدر يقتلها بيديه، يحط السكينة ويقتلها، صعبة. المقصود بها الدفن. هل عمر بن الخطاب يقال انه غير صحيح، لم يعد له بنت؟ طب انتم خلوني اكمل لكم السؤال، لماذا كان يأيدون بعض العرب، ليس كلهم، حرام حسبي الله عليهم، لا حول. طيب ترى يا اخوان انتهت هذه، لا تظنون الى الان يدفنون بنات، ترى انتهت هذه، حتى تقولون حسبي الله ما حسبي الله، انتهت. ترى لماذا كانوا يأيدون بيانهم او بناتهم؟ الوقت راح والله. صديقة اختنا ذيك يوم تقول انه العار، يقولون العار. طيب لماذا العار يا اخي؟ وش المقصود بالعار؟ وش العار؟ العار الشرف يا أسماء. وش الشرف طيب؟ شو تقصدون؟ الفضيحة. الصفية أن تزني، صحيح كذا يا بكارة سدي. أها في واحد قال يا جابر، يا السلام عليك يا جابر، جابر سلامي، السلام عليك وسلامي عليك أيضا يا أخي جابر. وش قال جابر؟ أنا أنتظر إجاباتكم. طيب يا أخوة يا أخوات، العار اللي تقصدونه، نعم خوف العار، ليس المقصود بها الشرف أو الزنا وكذا، لا لا مستحيل، مو مستحيل، لكن يندر أن يقعن في ذلك. الشرف، ما الشرف، هذا الأحرار والشريفات يندر أن يقعن في ذلك، يترفعن عن ذلك. حتى أن هند بنت عتبة لما جاءت وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة أمور وطلب منها أن تلتزم، منها الإيمان بالله، الأمر بالمعروف، واللي هو ترك قتل الأولاد واجتناب الزنا. فقالت هند بن عتبة: أو تزني الحرة؟ استغربت الحرة تقع في هذه الأمور، قالت مستحيلة، حرة لا مكان بين أهلها وبين قبيلتها تمارس هذه الأمور، فاستحالتها اللي يقع في هذه الأمور، لكن لم يكن لهن مكان بين الناس او بين القبيله، ما لهن لا اصول ولا اي شيء، هم الذين يقعون في هذه الامور. العرب او بعض العرب، ها اكرر، بعض العرب كانوا يريدون بناتهم خوف العار، ليس المقصود بها خوفا ان يجيبون الفضيحه او الزنا وكذا، لا لا لا، اللي هو مثل ما ذكر اخوي جابر سلامي، اللي هو خوف السبي، ان يقعن في السبي. كيف السبي؟ تصير معركه او حرب بين قبيلتين، تنتصر القبيلة القوية فيأتون على نسائهم وأطفالهم يأخذونهم سبايا، يعني يمسكونهم أسرى. إذا أخذوهم السبايا شي يتحولون له؟ يتحولون إلى ماذا؟ لا مو برهاين يا رنا، عبيد، يتحولون إلى عبيد مباشرة، جارية أو عبيد مباشرة، إلا إذا جاء قبيلتهم ودفعوا لهم أموالا اللي هو يسمى الفدية. لكن أحيانا يطلبون أموال كثيرة ما تستطيع القبيلة، فيبقون على عبودية، فيتحولون من الحر أو الحرية إلى العبيد. فهذا الذي كانت تحز في نفس العربي، أنا شلون والله سيد في قبيلتي وأبنائي من سادة القبيلة، وعندي بنت والله في القبيلة الفلانية أمة أو جارية، فكان يأنف من ذلك أو يخشى من ذلك، يخشى من هذا. فقال خلني أذبحها أحسن ولا تسبب لي هالإحراج عند الناس. كأنه يقول وين أودي وجهي فيه، والله أنا والله بين قبيلتي وبين أهلي، والله وبنتي جارية وخادمة عند قبيلة أخرى. هذا المقصود بالعار، واضح يا أخوة يا أخوات؟ إيش هذا التفكير؟ هذا تفكيرهم يا أمان، والله شو أسوي فيهم؟ أنا لو كنت فيهم كانوا علمتهم ودرستهم مثلكم حتى ما يقعون في هذا الأمور. لكن هذا هو تفكيرهم. طبعا هذا إن دل يا أخوة يا أخوات، إن دل يدل على هؤلاء العرب كانوا حريصين على شيء اسمه سمعة وشرف،
يا دكتور شرحك يختلف عن هو اللي شفته في المرئي، هو انا ذا، ما تغير ولا شيء. كان يدل على انهم حريصين على شيء اسمه الشرف والسمعة، حتى ولو ادى ذلك الى قتل بناته، ما عنده اي شيء، يقتل يذب، بس اهم شيء سمعته وشرفه ما يروح ابدا. طبعا هي ظهرت في احدى القبائل، يلا خلني اقولها لكم، هذه قصه كيف ظهر الوأد. ظهرت في بعض القبائل، جاءت قبيلتين وتحاربوا، انتصرت القبيلة القوية، أخذوا سباياهم النساء والأطفال، فجاء القبيلة المهزومة تريد أن تفدي سباياهم، يعني تدفع أموال حتى تخلصهم من هذا السبي. فقال زعيم القبيلة المنتصرة: ما أريد أموالكم، أنا بعطيكم شيء وبكرمكم فيه. قال: ما هو؟ أو قالوا: ما هو؟ قال: أخير نساءكم أو سباياكم بيننا وبينكم، يعني اللي يريد أن يبقى عندنا يقعد عبد عندنا فيبقى، واللي بيرجع يرجع لهذا. فرجعوا كلهم إلا امرأة واحدة كانت هي ابنة زعيم هذه القبيلة، فقالت: أنا لا، ما راح أرجع لهذه، أفضل أني أقعد جارية عند سيدي. فغضب أباها، قال: كيف تتركين الحرية والشرف مقابل أنك تقعد تجلسين سبية أو جارية عند هذه القبيلة؟ فأقسم هنا أن لا يرزق ببنت إلا ذبحها من القهر اللي في قلبه، حتى يقال أنه ذبح أكثر من 18 بنت هذا الرجل، وقبيلته تبعوها، قال: والله لا يجينا بعد بنات يفشلوننا، قام يقعون سبايا ثم يخيرونهم ويختارون في فشل، خلنا الآن نتخلص منهم. فصاروا يذبحون تبعا او يأيدون تبعا لهذا الرجل، لكن هذا لم يكن منتشرا يا اخوة يا اخوات، انتبهوا، لم يكن. لا يا أمل العيسى، مو بانا اللي يقول هذا، هو اللي يقوله، مو بانا اللي يقول هذا، اللي يقول، بس أنا أبغى أوصل لكم، انتبهوا حتى لا يستمر معكم التفكير الخاطئ عن العرب قبل البعثة، وتظنون أن هذا كان منتشر. لا، لم يكن منتشرا، كان موجودا عند بعض القبائل، بل وعند بعض الأشخاص، بل إن من كرام العرب في ذلك الزمان كان يأتي ويخلصهم البنات، يخلصهم من هذا الوأد، كان يأتي عند الشخص الذي يريد أن يأيد ابنته ويعرض عليها الأموال، يقول: خذ عطني بنتك أنا وخذ هذا الفلوس، تمام، ويخليه عنده ويربيها لين تكبر، فإذا كبرت رجعها إلى أهلها إن أرادوا ذلك. ومن هؤلاء الأشخاص جد الشاعر الفرزدق، الفرزدق كان له أحد أجدادي، ويفتخر الفرزدق الشاعر هذا أن جده كان يحييها الموؤودات، يعني إيش يمنع والدها من وأدها؟ انتبهوا يا أخو يا أخوات، أكرر المرة الأخيرة، لم يكن منتشرا ظاهرة الوقت، كان موجودا عند بعض الأشخاص عند بعض القبائل، تمام، وظهر مجموعة من الأشخاص من كان يحمي البنات من الوقت. الطبائع العرب هي جزء، الأعراب جزء من طبائع الجاهلية، الجاهلية أعم، الجاهلية يدخل فيها كل شيء، الأعراب والبادية الحضر وكذا، الأعراب جزء من الجاهلية. ليش رفضت ترجع عند أهلها؟ ربما أنها وجدت سوء معاملة من أهلها أو كذا، ليش ما راحت مع أبوها؟ الحين عند في دكتور مين الأعراب؟ الأعراب البادية، يوهو بدأ الأخوات عاد يدخلون في الأحلام، يا أخوة يا أخوات خلاص انسوا 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 الوقت، بدأوا يكتبون أشياء غريبة. إيه تهاني، الأعراب هم البادية. واحدة من الأخوات مدي منه مدي والله، يبدو أنها دخلت جو معي، تقول: لو خيروني بين أبوي وذول مستحيل أختار غير أبوي. وين الأخت الفاضلة؟ وين راح تفكيرها فيني؟ أستاذ تقول إيش؟ نجمة تقول: أستاذ جتهم حالة نفسية. لا مو دخلوا جو معي، دخلوا جو معي. أستغفر الله العظيم. الأعراب جزء من الجاهلية، أنا ما أدري والله إيش سؤالك بالضبط. يا الأعراب كانوا موجودين منذ الزمن إلى الآن، الأعراب المقصود بهم البادية، لكن إذا تقصدين أفعال الأعراب أو بعض الأمور التي يفعلها الأعراب، نعم كانت موجودة في ذلك الوقت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم محاولة أن يهذب جميع الأمم سواء حضر أو بادية أو أعراب أو نحوها. لا لا يا أديبة، لا لا لا، يا تقول النساء جزء من كذا، لا مو بصحيح، مو بصحيح الكلام. دكتورة أنا أشرح للفهم أكيد يا نورة. لا يا عيد، اللي يقول أعصب ليش أعصب؟ ما سويت شيء حتى أعصب.
دكتور في شيء إذا ممكن تفيدنا، اللغة العربية نفسها متى وجدت وكيف جت اللغة العربية؟ سؤالك غريب، من هذا؟ فؤاد. طيب إذا كنتم تريدون نقلبها لغة عربية ما عندي مانع. طيب ارجع إلى، يا أخوي فؤاد، ارجع إلى كتب تاريخ اللغة العربية، لكن اللغة العربية أكيد قديمة ومن اللغات القديمة، لكنها تطورت. يعني مثلا من مظاهر تطورها اللي هو استخدام النقط في الحروف أو التنقيط، ما كان العرب يستخدمونها لكنها استخدمت فيما بعد. الكلام يطول على تاريخ العربية والتاريخ كذا، وأين ظهرت العربية أصلا. المفروض تسألني يا فؤاد، هذا اللي فعلا اللي تسأل، تقول أصل العرب من وين، هذا المفروض اللي تسألني. وفعلا أنا أقدر أجيبك يا فؤاد، لما تقول أين أصل العرب، أي وش أصل العرب من وين جاؤوا يا أمانة. أي نعم، هذا هو السؤال. هنا عاد يظهر الخلاف، هل هو اليمن أو خارج اليمن، فيه خلاف كبير. هل هو اليمن، العرب ظهروا من اليمن وهم بدأوا ينتشرون في الجزيرة العربية وخارجها، أم جاؤوا من خارج الجزيرة العربية أو نحوها. لغة آدم إيش؟ لغة آدم وشو يا أخوة يا أخوات؟ لا 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 لا، أيوة أحسنت، اللي ذكر السريانية يا فرحة، السريانية. السريانية طبعا ما والله ما أدري أخوي فؤاد، أنت دخلتني في شيء ما أريد، ما بقى إلا 5 دقائق. السريانية، وهل العربية تطورت من السريانية؟ يعني مثل ما نقول السريانية عربية قديمة جدا لكنها تفرعت إلى عدة لغات منها العربية ونحوها. طيب ما ودي أدخل فيها، فعلا يطول الوقت، إلا في قضية اللغات وكذا جميلة جدا، لكن تدخلنا في متاهات، وش أصل السريانية، وش أصل كذا، وش أصل العرب. طيب نواصل أيام العرب. طيب انتهينا منها، كانوا يقتلون بعض أولادهم خشية الفقر. نأتي الآن إلى بداية ظهور العرب. أصل العرب، يقال أغلب الآراء أنه أصل العرب من اليمن. النساء كانوا مشتركات في وأد بنان؟ لا أكيد، غصب عليهم يا أخت عبير، ما ودهم أبدا، لكن إيش، كان أبو البنت هو الذي يفعل ذلك. تبين كل الأسئلة تونا، ما بعد خلصنا. عادي يا مرام، نعطيكم شوي شوي، ولو أعطيتكم إياها كلها يا مرام قالت وش ذا، الأسئلة كبيرة وإنا والله كبار وعندنا موظفين وعندنا عيال، لكن خليني أعطيكم بالتقسيط أحسن حتى تستوعبونها. طيب نأتي الآن إلى بداية ظهور العرب، وبداية ظهور مكة، عفوا بداية ظهور قريش في مكة. قريش قبل لم يكن لهم شأن في مكة، كانوا موجودين في مكة لكن كانوا متشتتين، تمام، إلى أن ظهر فيهم زعيم من زعام اسمه قصي بن كلاب. قصي بن كلاب، تمام، هو الذي جمع قبائل قريش في مكة، كانوا موجودين في مكة وخارج، لكن قام هو جمع قبائل قريش في مكة، تمام، بل وتولى أمر مكة، كان يحكم مكة خزاعة، فجاء وتولى، أخذها منهم فتولاها، جرهم، ثم خزاعة، ثم قريش، تمام، قريش، فبدأ يوزع مكة بين قبائل قريش، بدأ أنتم يا قبيلة، طبعا قريش مقسمة إلى عدة قبائل، بني هاشم، بني عبد الدار، بني مخزوم، بني أسد، بني كذا، بني كذا، بني أمية ونحوه، فبدأ يقسم، أنتم يا قبيلة كذا اسكنوا كذا، وأنتم يا قبيلة كذا اسكنوا كذا، بدأ يقسم على جميع أماكن مكة حتى ينتشرون في مكة، بدأ يوجد بعض الأعمال التي ترفع من شأن قريش مكة، وكلها وأغلبها أعمال تتعلق بخدمة الحجاج، منها الرفادة والسقاية والحجابة. ما المقصود بها؟ الرفادة المقصود بها إطعام الحجاج، والسقاية سقاية الحجاج الماء، تمام، والحجابة المقصود بها تولي أمر الكعبة، يعني الإشراف على الكعبة. الرفادة السقاية
الحجاب، الرفاد إطعام الحجاج الطعام، السقاية سقايتهم من الماء، الحجاب اللي هو حجابة الكعبة. أيضا أوجد دارا تمثل كمجلس شورى لهم تسمى بدار الندوة، دار الندوة، دار الندوة يجتمعون فيها للتشاور، فظهر شأن قريش فيها. طيب أتوقف إن شاء الله، نأخذ في اللقاء القادم اللي هو نسب قريش أو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أستمع إلى أسئلتكم إن كان في أي شيء. والله أنا ما أدري، يبدو أنه في مشكلة في المنتدى، لعلي يراسلهم إن شاء الله. يا أستاذ قفل الشات، والله يا بناتي يا ساتر أختنا تقول هذا، يا أستاذ قفل الشات، والله يا بعض البنات يبغى لهم دفن، ما يسكتون، لا هم اللي فهموا ولا اللي سكتوا. يا ساتر أختنا هذه، طيب ما أدري إيش يا أختنا هذه، ما أدري من أي عصر أتتنا هذه. طيب شكرا يا أختي على حرصك، بس عاد ما توصل إلى الدفن ولا أماني. أحسنت فيها. استغفر الله. هل كان في كسوة كعبة؟ نعم كان في كسوة كعبة، نشرح إن شاء الله كيف كانت كسوة الكعبة. بس أول من كساها تبع، تبع قبل قريش. موجودة كسوة الكعبة، نعم موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ نعم في المنتدى. إن شاء الله كلكم تجيبون ألف زائد إذا اجتهدتم. هي تبع من حمير من اليمن، اجتهدتم وذاكرتم. قريش وينهم الحين؟ موجودين في مكة وخارج مكة. لا لا إن شاء الله ما يحتاج إلى إيميل، إن شاء الله بيصلحون المنتدى بإذن الحي القيوم. إذا كانت موجود عليها أسئلة في المنتدى الأسماء خلاص مطالبين فيها. لا لا إن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم بإذن الحي القيوم بيكون لقاء واحد، ما يكون فيه لقاءين. الأسئلة نعم تساعدكم في المذاكرة. اللقاء القادم يوم الثلاثاء فقط من 4:15 إلى أو من 4:30 إلى 5:15. قريش هو، لا مو بشرط، مو بشرط يعني، يقول قريش هو القرشي مو بشرط، لكن بعضهم نعم. عبارة عن عوائل يا أمل العتيب، عبارة عن عوائل، لكن مو بشرط أن يكون قريش هو القرشي. نورة حنتول ما نعتمد، ليش؟ ذاكروها طيب تساعدكم في الاختبار. وش اللي وين تذاكرون من إذن؟ اللي بيطلع يطلع. كم عدد الأسئلة بالاختيار؟ 25. إن شاء الله ما نحتاج لقائين. الحين اسمهم الأشراف، نعم يا سحاب يسمون بالأشراف، من أسمائهم الأشراف. أستاذ أسباب اختيار جزيرة العرب مكانا لظهور النبوة لعدة أسباب، أولا لبعدها، بعدها عن الديانات المنحرفة، مع أنها موجود فيها ديانات لكن ما ليس مثل خارج الجزيرة العربية، لا يوجد فيها دولة واحدة تحكمها. تمام، العرب اللي فيها يتميزون ب عدة مميزات، منها الشجاعة، الشهامة، مساعدة المظلومين، عزة النفس وغيرها من الأسباب. والله ما شفت يا لارا اللي يسألوني عن دار التلخيص، أول مرة أسمعها، أو هذا أول لقاء أسمع فيه شيء اسمه دار التلخيص. هذا ما أدري إيش دار التلخيص ده، لكن سهلت لكم وقلت لكم راجعوا الأسئلة وضعتها لكم في المنتدى، الإجابات أجبت عليها، ما عندي مشكلة في أي ملزمة تعتمدونها. حسن الخلق أيضا فيهم، حسن الخلق وشهامة ونحن أسئلة. وإن توهق بالاختبار، لا لا إن شاء الله ما توهقون يلعنوا. الحج قبل السنة، الحج موجود نعم يا إيمان، لكنه كان فيه تحريف، موجود لكن حرفوه العرب، حرفوه، لكن موجود، وقوف بالعرفة، منى، مزدلفة، كانت موجودة. نعم يا أمل مشعل، ليش يا دكتور مو 40؟ على حسب عدد الأسئلة، الساعتين 25، 3 ساعات وأكثر 40 سؤال. قريش كافرين هم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر في قريش وغيرهم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم الشرك وظهر فيهم الوثنية واليهودية والنصرانية. تحدث سكانها باللغة العربية. طيب نعتمد على الأسئلة، نعتمد على أي ملزم؟ دكتور تكون كل الأسئلة المادة اللي تنزلها قليلة عشان ذاكر من الدكتور، أنت اللي تحط الأسئلة ملخصات من الدكتور. رد على سؤال، زوجي من أشراف مكة، من هو هذا؟ رواية، ليش 25؟ الله يسعدك، خلص قفل يا دكتور. طيب اطلع يا جميلة، ما مسكتك، شرح مية. طيب
سووا لنا مقرر ونزلوا زي تحضير معلومات مرتبة، ليش مو 40 قصير كذا، يرجع نسبه إلى أي قبيلة؟ قرشية نورة. دكتور دخلت في المحاضرة الثالثة، طيب يا مرام خلاص أستاذ الفترة المكية 25 سنة، لا 13 سنة، ترى ما بنطلع إلا لما تطيب، صحيح نبي مقرر من العمالة مو نقعد نلف. والدكتور الأسئلة صح وخطأ واختياري، الأسئلة اختياري مو بصح وخطأ. فاطمة الحسني حياك الله يا فاطمة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الدكتور ليش ما تجاوبني؟ ليش اسم قبيلة القحاطين والعدنانيين؟ سليمة. طيب نبي 40 الفترة المدنية. الدكتور الله يرضى عليك ما في ملخص لقاء اليوم، كيف يقتلون بناتهم وهما عندهم حريم؟ الإجابة يا ما أمجاد ما كانت منتشرة، هذه إجابة كانت منتشرة عند بعض. الحسني طيب ولا تزعلين يا فاطمة. دكتور علي نخص، دكتور لو العرب كانوا يأخذون العلم من اليهود. نعم من اليهود وغيرهم، من اليهود وغيرهم، لذلك أحيانا لما كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى اليهود ويسألونهم عن بعض الأسئلة. دكتور تقرأ كلامي الفترة المدنية كم سنة؟ 10 سنوات. أنت حتنزل الأسئلة بالمنتدى إذا خلصنا إن شاء الله. اختياري دكتور، من كل اللقاء عشان نكتبه ونبحث عنه من خلال اللقاءات ونتابعك. هو دكتور أمانة جاوبني، أنت بتحط أسئلة الاختبار ربما. متى حتكون الأسئلة في المنتدى؟ إذا خلصنا يا هدى. خلاص دكتور، بس فاطمة حيا الله. طيب حياكم الله جميعا يا أماني، أنا بديت أول ما بديت قلت حياكم الله، ولا تزعليني يا أماني، ما شاء الله مشاركة معنا جيدة يا أماني ناصر، ولا تزعليني كلكم إن شاء الله. دكتور وفاء عندها سؤال، أمل لا ما عليها درجات، يسعدك الدكتور جواب. ذاك من الأسئلة، الفترة المدنية كم سنة؟ 10 سنوات. دكتور العارف، السحر ما ذكرنا هل كان منتشرا عند العرب؟ لا كان منتشرا بين اليهود، العرب كانوا يترفعون عن مثل هذه الأمور، سحر ما سحر، لكن كان موجودا عند بعض الطوائف كاليهود مثلا، وهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلتك جيدة يا فؤاد ما شاء الله عليك. لقب قريش نفسه، وش فيه قريش؟ دكتور نبي محاضرة عن قبيلة الأشراف. نستمع منك يا فاطمة، أنت ما شاء الله منهم وفيهم، فتفيدينا أكثر. تعريف الجزيرة العربية معنا، ما في ربما، قل أيوة أنا عشان طيب وش يفرق معك إذا ذاكرتي؟ ما يفرق معك من يكتب السؤال يا بيان، وربما وربما. دكتور السحر ما ذكرناه، هل كان منتشر؟ جاوبت عليك. طيب استاذ، هل نذاكر من المحاضرات المرئية؟ الصلاة. طيب يا هلا خلاص، يعني سكتتنا هلا قالت الصلاة. خلاص يا اخوان خلونا نصلي يا اخوان يا اخوات، جزاكم الله خير. ترى اعتذر بعض اسئلتكم كانت مكررة يا اخوان، والله ما اقصد اني والله تجاوز الاسئلة اللي يقول ليش تقول تجاوب عن فلان ولا تجاوب عني وكذا، لكن اسئلتكم ترى هي مكررة، وهذه اغلبها جاوبت عليها في اللقاءات. شفت يا مريم عسيري، شفت اللي ما كتبتيه لي في الخاص. خلاص شكر الله لكم حضوركم. لا يا ياسمين مو بواسطة، والله تقول شكلها مو مكرر لكن واسطة. طيب شوفوا أسئلتكم، تسألوني على الملخصات وعن من اللي يكتب الأسئلة وهذه، تقول لا قل لي عشان أرتاح، وين الواسطة معي؟ من هذا نسيت اسمها اللي تقول واسطة. طيب أنت يا أخو يا أخو، طيب في أحد أرسل لي في الخاص، لو تكرمت إيش أفضل ملخص؟ ما عندي ملخص محدد يا شفاء، لو أنا أنت ارتاح، خلاص ارتاحي من الآن نفسيا، أغلب موجودين بالشات بنات. فؤاد أهجد دكتور أسلوبك ما جاوبت شاتي والله من بخلي. خلاص يا أخو يا أخوات اطلعوا، ما عاد عندي أي شيء. عمرو الخزامي، الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، ليس خزامي، الخزاعة. طيب لعلنا نجيب إن شاء الله الأسبوع القادم، لعلنا نجيب. إن شاء الله يا سوسن محمد اللي أرسلت لي في الخاص، المنتدى من المنتدى إن شاء الله أنا أتابع. خلاص بدأت تخلصون المحاضرة نفسها يا أستاذ.
طيب جزاكم الله خير، ايش هو لقب قريش؟ طيب هذا اذا جينا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، ما المقصود بقريش يا انجود؟ خلونا نوصل الى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش لقب ليس اسم، لقبوه بقريش، قيل انه من التقرش يعني من التجمع لانه جمع القرشيين ونحوها. خلاص اكتفي بذلك، جزاكم الله خير. نلتقي ان شاء الله. شكرا على تفاعلكم وحضوركم وحرصكم، نلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.